حلم كل شاب وفتاة إنه يتخرج من الجامعة ويعيش حياة فيها شغل وعمل، فيها كفاح وأمل. وفي البداية بيكونوا حيرانين وتايهين، مش عارفين إزاي يبدأوا الطريق، فبيبدأوا يسألوا إزاي نبدأ، إزاي ننجح، إزاي نتوظف. يا ريت تجاوبونا، يا ريت تساعدونا، يا عالم وظفونا. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة معانا فقرات عديدة جدا ومتميزة، هنبدأها بأول فقرة بعنوان إزاي نتوظف، وهيسعدنا أن يكون معانا في فقرتنا دكتور عمرو الحمزاوي، محاضر بالمعهد الكندي واستشاري المبيعات والتسويق. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، ربنا طبعا أولا احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وبجد عنوان الفقرة بتاعتنا إزاي نتوظف عنوان أكتر من مهم وبيشغل بال الشباب بصفة عامة. النهاردة حابة أن أنا يعني أسأل حضرتك دكتور عمرو، الطالب مثلا بيتخرج أو الشاب بيتخرج ومش عارف إزاي يبدأ إن هو يتأهل لسوق العمل، فإيه من رأي يعني من وجهة نظر حضرتك كمتخصص في هذا المجال، إيه أولى الخطوات؟ هو طبعا الشاب لما بيتخرج هو مفروض يكون جهز نفسه في حاجات قبل كده، ولكن احنا هنتكلم على الجزئية الخاصة ان هو خلاص اتخرج. رقم واحد، محتاج يعمل السي في. السي في ده اللي هو السيرة الذاتية، بيبقى هو جواز السفر بتاعه اللي بيدخله الشركات اللي هو يحب يقدم فيها. السي في مفروض يكون معمول بصورة احترافية، ما يكونش معمول بصورة عادية. والصورة الاحترافية دي أو البروفيشنال دي يقدر هو عن طريق الانترنت، في يعني مصادر كتير قوي يقدر يعرف يعمل السي في الاحترافي يكون شكله إيه. الجزئية التانية، لازم يأهل نفسه أو ياخد كورسات في اللغة الإنجليزية مثلا، أو لغة، أي لغة أخرى. يعني في اللغة الصينية دلوقتي جديدة، لأن التعامل دلوقتي بقى مع الصين بشكل كبير، أو أي لغات أخرى، والكمبيوتر. تمام. الشاب اللي عايز يبدأ يقدم في شركات، في شركات بتطلب حديث التخرج. تمام. فهو محتاج ان هو يبدأ يقدم في كل الشركات اللي يقدر يتواصل معاها. والحمد لله السوشيال ميديا يعني مسهل لنا الحاجات دي كتير، او في مواقع توظيف كتيرة جدا يقدر يقدم فيها. بس اهم حاجة يعمل السي في بالشكل الاحترافي. ليه؟ لأن الشركات الكبيرة لما بيشوف السي في معمول بشكل مش احترافي ما بيبصش فيه أصلا. تمام؟ لأن بيبقى متقدم مثلا آلاف كتير قوي. النقطة الثانية، السي في لازم يتكتب بشكل، لما يكتب هو إيه لو عنده خبرات هيكتبها، لازم يكتبها بصورة توضيحية، هو إيه الخبرات اللي عنده، هو إيه الإمكانيات اللي عنده، بحيث إن هو يقدر اللي هيقرا السي في يفهم مين الشخص ده. تمام. طيب يعني احنا برضو النهارده يا دكتور عمرو، في شباب كتير قوي ممكن ان هي تسال، انا عندي خبرات كتير ونميت نفسي مثلا في بعض الدورات التدريبيه، اي سي دي ال انجلش ايا كان، وبقدم في شركه الا ان، وعملت برضو السي في اللي هو اللائق، الا اني برضو بقدم في الشركه وبفشل للاسف الشديد في الانترفيو او المقابله الشخصيه. فمن رأي حضرتك بيكون ايه الاسباب في كده؟ الجزئيه الثانيه بقى اللي بنتكلم فيها، لو واحد هو اصلا عنده خبرات وعايز يقدم في شركه افضل من الشركه اللي هو فيها. تمام. رقم واحد، في خطوات هو لازم يتبعها. ايه الخطوات دي؟ لما يتحدد له ميعاد مع الشركه مثلا، هو اتصلوا بيه يوم الخميس وقالوا له ميعادك يوم الاثنين مثلا في الشركه الفلانيه الساعه 2. رقم واحد، لازم يدخل على النت على موقع الشركه، يعرف ايه نشاط الشركة دي، ايه المجال بتاعها، ايه المنافسين بتوعها. تمام. ياخد اي معلومات عن هذه الشركة. الجزء الثاني، لازم يروح للشركة في يوم قبل يوم المقابلة علشان يعرف المكان بالظبط، يعرف الوقت اللي هياخده لما يجي يروح الشركة علشان ما يتأخرش. لازم بقى يوم اللي هيروح فيه المقابلة ما يروحش متأخر، ما يروحش متسربع، يروح بكل هدوء ويروح قبل الميعاد بتاعه علشان ما يبقاش فيه اي اضطراب نفسي حاصل له. لان هو الانترفيو في حد ذاته
بيبقى في ضغط نفسي شويه، بيبقى هو مضطرب يعني. طبعا. فانا عايز يدخل في المقابله يبقى ريلاكس خالص، هادي جدا، مركز جدا في المقابله. تمام. طيب هو بعد ما خد الخطوات دي كلها وراح وخلاص هيجي دوره على المقابله، مفروض يعمل ايه؟ مفروض ان هو يكون هادي، يا ريت لو يشرب كوبايه ميه قبل ما يدخل للمقابله نفسها، ياخد نفس عميق علشان يكون هادي خالص. ليه؟ الهدوء ده بيخليه يعرف يركز كويس قوي ويرد بطريقه هاديه جدا وطريقه لائقه، فيدي انطباع للي بيعمله المقابله ان الشخص ده عنده ثقه بالنفس، الشخص ده يعني هادي. لان اللي بيعمل المقابله دي الشركه علشان تعين موظفين، اولا الاداره اللي بتطلب انها تعين موظفين بيقع عليها مسؤوليه الموظفين دول، لان التعيين ده في حد ذاته بيكلف الشركه. فعشان كده اللي بيختار بيكون حريص جدا انه يختار الشخص المناسب، لانه هيتحاسب عليه، لان الشركه بتقول له انت عايز عدد الموظفين دول ليه؟ علشان ارفع من الاداء عندي، علشان ازود دخل الشركه، ازود الايرادات، فالشركه بتحاسبه على ده. عشان كده هو مفروض يكون دقيق جدا في اختياراته. طيب لما يجي يدخل بقى في المقابله وهو بيتكلم، مفروض يتكلم بهدوء، ما يتشدش خالص، يكون هادي جدا، يرد بهدوء وما يستعجلش في الرد. يعني لما يتسأل السؤال ما يجاوبش على طول، الا اذا كان سؤال عادي، يعني اسمك ايه، انت خريج ايه، دي اسئله عاديه. يعني كان حضرتك مثلا بتقول التأني في قبل الاجابه، يعني مش الاجابه اللي هي السريعه او المتسرعه، التأني في الاجابه يعني مثلا. الاجابه السريعه بتدي انطباع ليا انا، لو انا اللجنه اللي بعمله الاختبار بتدي انطباع ليا ان الشخص ده متسرع. لو سالته في اسئله متخصصه يجب ان هو لما يتسأل السؤال لازم يفكر، يعني ياخد ثانيتين ثلاثة يفكر وبعد كده يبدأ يرد، على الأقل يكون رتب الأفكار اللي هيقولها. الجزئية الثانية ودي مهمة جدا، انك انت لما تيجي يقول له مثلا قول لي ايه خبراتك، لازم الخبرات دي يبروزها وهو بيعرضها، وفي السي في لازم لما يكتب خبراته ما يقولش انا اشتغلت في شركة كذا 3 سنين وشركة كذا 5 سنين، لا انت اشتغلت في الشركة دي 3 سنين عملت ايه، يروح كاتب كده انا اشتغلت في الشركة الفلانية 5 سنين من سنة كذا، الانجازات يعني من سنة كذا لسنة كذا، ويكتب بقى انا عملت كذا، بقى الانجازات اللي هو عملها نجح في ايه وعمله، انا عملت كذا وسويت كذا واشتركت في الشركة في مثلا في تطوير، لو اشتغل في التطوير انا ساهمت في كذا، انا اشتغلت على البرامج دلوقتي البرامج الحديثة اللي خاصة مثلا بالحسابات او اللي خاصة حتى بالمبيعات، البرامج اللي الشركات دلوقتي بتتعامل كلها بالبرامج دلوقتي. فكونه اشتغل وعنده خبرة في برنامج من البرامج دي لازم يكتب ده في السي في. في المقابلة لازم يبروز الدور اللي هو عمله، يعني لازم يشرحه بنقول بشكل ستار، بشكل نجوم. يعني ايه؟ يعني يقول له مثلا ايه انجازاتك، يقول والله احنا كنا في الشركه وكانت عندنا ازمه، مثلا هو مثلا مش عارف المبيعات وكان عندنا ركود والشركه بدات تعمل ايه عروض لفريق البيع مثلا، ان اللي هيبيع يا جماعه يحقق مبيعات معينه في خلال اسبوعين هياخد مكافاه كذا او جايزه كذا، اللي هيبيع المنتجات الفلانيه ودي منتجات مثلا كانت حصل لها ركود عندهم ما حصلهاش مبيعات وركد عندهم في المخازن، فبيعملوا لها عروض خاصه وبيقولوا للمندوبين احنا عايزين نبيع المنتجات، واللي هيبيع العدد ده منه هياخد جايزه معينه. فهو بقى لو حقق في ده يبدا يعرض ويتكلم ده في الانترفيو، يقول انا قدرت انجح وقدرت احقق مبيعات كذا في خلال الفتره دي، انا حققت اعلى مبيعات مثلا، لو حقق فعلا حققت اعلى مبيعات في شهر كذا، انا خدت جائزه احسن موظف في شهر كذا، انا خدت احسن موظف في سنه كذا، يبدا يقول انجازاته ويبروزها. تمام. طيب يعني هو اكتر من رائع فعلا، ويمكن احنا من كلام حضرتك التطبيق الفعلي بيكون يعني اكتر وملموس اكتر، سواء مثلا في السي في او المقابلات الشخصيه. ده هيخليني اروح لتساؤل اخر دكتور عمرو،
احنا عارفين ان احنا مختلفين، احنا كأشخاص لينا انماط شخصية مختلفة. هل هنا ان انماط الشخصية بتلعب دور في وظيفة معينة؟ بمعنى مثلا شخص ليه نمط شخصية مثلا تحليلي مثلا او سمعي او كده، بيبقى ليه مثلا مناصب ممكن لو اجتازها يبقى افضل من منصب اخر؟ هو في بقى جزئية مهمة خاصة بالشخصية نفسها. العلماء قسموا الشخصيات على مستوى البشر، لخصوهم في 4 شخصيات. حاجة اسمها الاناليتيكال، الاميابل، الدرايفر، الاكسبريسيف. تمام. ممكن هستأذن حضرتك برضو الترجمة عربي بحيث ان احنا برضو بنخاطب يعني عموما العامة برضو يعني كده. الاناليتيكال دي الشخصية التحليلية، تمام والاميابل الشخصية الودودة، تمام والاكسبريسيف الشخصية التعبيرية، والدرايفر الشخصية القيادية. تمام. فهنا دي بقى جزئية بقى نقولها بقى مش للموظف فقط كمان، ده احنا هنقولها بقى للشركات، لأن في مشكلة موجودة هنا في بعض الشركات في مصر بس بنسبة كبيرة للأسف، إن هو لما بيعمل انترفيو عشان يختار الموظف بيختار الموظف بناء عن خبرته، ده خبرته كويسة وشغال في شركات كبيرة وي وي وي، هو ده كويس ومطلوب فعلا، بس هو في جزئية نوع الشخصية ما حدش بيركز فيها خالص في المقابلات. نوع الشخصية ده مهم جدا، لأن كل نوع شخصية بتتوافق مع وظائف معينة. ايه بقى؟ يعني مثلا الشخصيه الاناليتيكال او الشخصيه التحليليه، الشخصيه التحليليه هو احنا والله بدون مقاطعه لحضرتك بس عشان يعني وقت البرنامج، يا ريت لو بس يعني في عجاله سريعه جدا يعني نخلص النقطه دي. طيب، هي الجزئيه بتاع مثلا الشخصيات دي ان كل شخصيه ليها وظائف معينه، لو الشخصيه التحليليه مثلا ليها وظائف الخاصه بالارقام زي الحسابات، زي المهندس، تمام. الحاجات التحليل، المحللين نفسهم. تمام. الاكسبريسيف مثلا دي شخصيه لها علاقه بيشتغل شخص متفاعل ومعبر، فده يكون كويس جدا لما يشتغل في مجال المبيعات والتسويق. تمام. العلاقات العامه. في كمان الشخصيه الاميابل دي شخصيه ودوده، شخصية مطيعة جدا، فنقدر نختاره في الأماكن اللي فيها خدمات الخدمية. تمام. زي مثلا التمريض، زي أي شيء خدمي بيقدم. الدرايفر بقى دي الشخصية القيادية، اللي أقدر أخد الشخص ده أحطه يبقى قائد على مجموعة. أنا ليه بقول بقى الشخصية دي، الجزئية دي، وده جزء مهم جدا على فكرة، لو ما ينفعش إن احنا نختصره بسرعة، بالعكس ده جزء كبير يعني، جزء مهم وليه احنا علاقة. والله علشان وقت لا 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 لا، انا مفيش مشكلة، واحنا اكيد ان شاء الله طبعا يعني الموضوع فعلا طويل جدا واكتر من مهم، فاكيد ان شاء الله ان احنا يعني هنعوضه برضو في لا لا، بس هو انا هوضح بس جزئية ايه الاهمية في ده. الاهمية في ده ان كل شخصية لما تشتغل في الوظيفة المناسبة ليها هيبقى ادائها عالي جدا وهتبدع فيها، لان هي حابة طبيعة هذا العمل، بخلاف لما اجيب شخصيه تشتغل مع طبيعه هي لا تتناسب معها، فهي الشخص نفسه يحس بمشقه لان الوظيفه دي مش متناسبه مع الشخصيه بتاعته. ده باختصار. تمام. انا في النهايه بشكر حضرتك جدا دكتور عمرو الحمزاوي، محاضر بالمعهد الكندي واستشاري المبيعات والتسويق. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع في تقرير واستغاثه عاجله. لم يرفعونا لافتات تطالب بمطالب فئويه، ولم يحلمونا باحلام خارقه او خياليه، فقط قالوا الصحه هي اغلى ما علينا، هي حقوق الانسانيه. استغاثه من مركز إحدى مراكز محافظة بني سويف. هنطلع في التقرير ده، وبعد التقرير هنرجع لكم بعد التقرير مع ضيوفنا الأستاذ أحمد الحسيني وأبو عمر هشام والأستاذ عبد النبي محمد. انتظروا. معاك ربيع عبد محمد من حابين ان حضرتك تكلمنا عن اهم المشاكل اللي البلد بوجه عام بتتعرض ليها، ولو عند حضرتك حاله خاصه والله شوف حضرتك، هو موضوع الصحه ده في الاساس يعني هو المفروض يكون منبع واهتمام اكبر على اي مسؤول، يعني كان نائب او رئيس مركز او مسؤول في الصحه، انه يقضوا على مستشفى. يعني مثلا حضرتك دلوقتي عندنا مستشفى الخوصه ديت وتضم قرى كبيره ومركز كبير للشرطه، وللاسف مهجوره
يعني معلش الواحد يخاف يعدي من جنبيها، معنى ان انت تخاف تعدي من جنبيها ده المفروض المكان اللي تجري عليه لما تكون تعبان. مبلغ زي كده مصروف عليه او على الاقل يعني المفروض يتصرف عليه وبيبقى الاهمال بالطريقه ديت، بمعنى كده ما فيش اصلا حد بيراعي صحه المواطن وبيرعى المصلحه الشعب يعني. فبرضه في نقطه ثانيه، عندنا مستشفى قروي مزوره، المستشفى دي حضرتك من يوم ما اتبنت ما فيش اي استفاده منها خالص، مع ان فيها غرف كامله باجهزه واسره وعمليات ومبنى يعني فوق الوصف، وللاسف برضه اغلق واتعمل حاجه كده زي تنظيم اسره، بمعنى ان احنا ما بنستفيدش منه في اي حاجه خالص. اخرج لو لقيت تعال وقت مثلا من الساعه 9 للساعه 10 وبعد كده ما فيش حد خالص، ما تلاقيش معلش لو دخل في رجل عيل مسمار او عيل تعب ما تعرفش تلاقي حد يعالجه، ممكن تجري على الصيدليه تفيدك عن المستشفى. ويعني تقريبا من حوالي شهر او حوالي شهر ونص جاء السيد المحافظ مع السيد النايب وعملوا كم جهاز تنفس كده حضانات في المستشفى، وللاسف برضه مش شغال برغم التعليم، بمعنى انا ممكن اجي يبقى عنده طفل محتاج تنفس محتاج حضانه، اتصل على مثلا او اروح مستشفى مزوره يقول لي لا ما فيش مكان، واقرب الايام ديت من حوالي اربع ايام كانت عندنا حاله من مزوره بتوضع هنا في مستشفى الحياه والطفل كان محتاج للحضانه، اتصلوا على المستشفى او بعد حد المستشفى ما فيش اسره ما عندناش اجهزه متاحه، الا تم التواصل مع السيد النايب او تقريبا حد مسؤول عندنا في المزوره، وبالاتصال ده تم يعني تجهيز وتوفير جهاز. فانا يعني يا ريت الساده المسؤولين عن الصحه والقائمين على وزاره الصحه عموما وعلى رئيسهم طبعا السيد الرئيس يلقوا الضوء على الاماكن ديت، معلش احنا كارياف محتاجين الصحه ديت لان احنا اكثر ناس بتعاني من الامراض، ولما بينتشر المرض معلش ما بينتشرش واحد بس. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع ضيوف فقرتنا اللي احنا اولا بنحب نرحب بيهم، الاستاذ احمد الحسيني رئيس مجلس اداره جمعيه الاخاء الخيريه، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. وابو عمر هشام والاستاذ عبد النبي محمد احد ابناء مركز سموستا. طبعا خلينا في البداية نبدأ مع أبو عمر، أولا منورنا. طبعا كانت في البداية في بداية ظهورك معنا عرضت فكرة المستشفى، تمام، يعني كلمنا أكتر عن الإجراءات مثلا اللي انتوا اتخذتوها أو المسؤولين مثلا بيردوا عليكم بإيه؟ الوعود كتير، ولكن الدولة على رأسها القيادة السياسية في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما تولى السلطة كان أهم حاجة في حياته قال لك الصحة والتعليم، هي حياة الإنسان عندنا في مصر أو في العالم كله الصحة والتعليم. أنا شايف إن عندنا المستشفى في سموسطة اترممت مرتين ثلاثة من أفخم المستشفيات كمبنى إداري كمبنى صحي، فجأة رمم فجأة لا هنهد لنا ثلاث سنين بالحال ده. بعض الرجال الأعمال عندنا وبعض الناس الخيرية وعلى رأسهم السيد النائب خدوا مستشفى سموسطة الرحمة وبدأوا يجهزوا فيها على قدر الاستطاعة. احنا بس معلش هنعتذر لحضرتك. السلام عليكم. الأستاذ محمد مهلهل مدير التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بمركز سموسطة، بنرحب بحضرتك يا فندم. طبعا احنا عرضنا دلوقتي يا أستاذ محمد تقرير بسيط عن استغاثة لأبناء مركز سموسطة ان هم بيستغيثوا ان المستشفى العام بلا حياة، حابين ان بس في نقاط سريعة حضرتك تعقب لنا على التقرير وبصفة حضرتك كمسؤول تقول لنا عن اهم الاجراءات اللي اتخذت وما هي اسباب الغلق. لا يا فندم، هو مستشفى سموسطة المركزي بتخدم حوالي 600 ألف نفر. مستشفى سموسطة المركزي لجنة هندسية مشكلة من 90 هندسيين وجت
كتب التقرير ان المبنى بيشكل خطر على صحه المواطنين والموظفين، فبالتالي كان قرار الدكتوره وزيره الصحه بنقل الخدمه الى مستشفيات سموسه دبا والفشن، اسف عند مستشفيات دبا والفشن وبني سويف، والابقاء على تطوير مستشفى سموسه المركزي. فعلا مديريه الصحه بني سويف مشكوره قامت بتاجير مستشفى الرحمه، وبيتم العمل فيها حاليا بس بقوه لا تعادل قوه المستشفى القديم، نظرا لان مساحتها مش كبيره يعني. المستشفى من تقريبا من سنتين ونص لم يتم اتخاذ اي خطوات فيها. ولكن كان في وعد من النائب احمد ابو هشيمه عضو مجلس الشيوخ ان هو هيحرك الموضوع في الوزاره، وخصوصا ان وزاره الصحه اعتمدت حوالي 600 مليون جنيه لتطوير مستشفى سموسه المركزي بشكل يليق بالمركز. تمام. طيب يعني احنا يا استاذ محمد النهارده بنتساءل، يعني احنا صورنا وزي ما كان واضح في التقرير ان المستشفى الرحمه يعني كانها مثلا مبنى صغير في حاجه سكنيه، فازاي ان هي النهارده بتغطي خدمات؟ لا يفهمني. نعم اقول لحضرتك يا فندم، اتفضل. بالنسبه للعياده الخارجيه اللي هي بتمثل اكبر عدد من المترددين على المستشفى، دي بتمارس حاليا في المستشفى القديم، مبنى غير المباني اللي هي سيتم تطويرها، دي بتستوعب يوميا 1500 متردد. اما مستشفى الرحمه فيها قسم الغسيل كان شغال 3 شفتات في اليوم، فيها الحضانات شغاله، فيها الجراحات شغاله، عمليات النساء شغاله، اقسام الاطفال والبطنه والاستقبال شغال في مستشفى الرحمه، فهي فعلا شغاله بكفاءه محترمه. يعني بكفاءة يا أستاذ محمد، يعني بدون مقاطعة لحضرتك، الكفاءة بتعادل العدد المطلوب؟ يعني احنا عارفين ان مثلا مركز سموسته هو مركز مش قليل، يعني مركز كبير وبيخدم كمان مناطق اخرى وقرى عزيزة جدا، فهل هنا انا بتساءل هل هي بتخدم بالشكل المطلوب؟ يعني لا يا فندم، هي الطاقه الاستيعابيه بتاعتها مؤكد اقل من مستشفى سموسته المركزي. تمام. لا يتم تطويرها. ده مؤكد يعني. تمام. بس هي بتؤدي خدمات يعني مريحه جدا جدا، سواء طوارئ او غسيل كلوي او حضانات او اطفال او جراح او عمليات وبطنه واستقبال، كل ده شغال يا فندم. تمام. طيب يعني تحب النهارده يا استاذ محمد ايه الرساله اللي بتوجهها لمركز سموسته؟ ان هم بيتساءلون متى سوف تفتح هذه المستشفى، هل عند حضرتك؟ والله يا فندم، يا فندم احنا بنطلب دعم الساده النواب، تدخل لدى وزاره الصحه بسرعه تطوير مستشفى سموسته المركزي. تمام. طبعا انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد مهلهل، مدير التفتيش المالي والاداري بالاداره الصحيه بمركز سموسته، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. هنرجع بقى سريعا كده برضو يا ابو عمر، تكلمنا يعني عن تعقيبك او يعني طيب خلينا مثلا نتساءل تساؤل اخر. النهارده استاذ محمد بيرد علينا بيقول ان المستشفى بتقدم الخدمات المطلوبه بس مش بالشكل اللي هو طبعا الاكيد او المطلوب او كده. طبعا انا بتحيي الاستاذ محمد تحيه خاصه، استاذ محمد مهلل من الشخصيات المحترمه اللي انا عارفه، شخص بعزه جدا وعارف دوره في المستشفى. تمام. لكن المستشفى بتخدم 600 ألف مواطن داخل مدينة سموسته، مع قبل كده وضحت لحضرتك مع الخط الغربي الصحراوي في حوادث. طبعا المساحة بتاع مستشفى الرحمة حاليا يعني ما تجيش مستودع في مستشفى سموسته العام. مستشفى سموسته العام مساحتها كبيرة جدا جدا جدا، عندنا مقابل للمستشفى مستشفى الرحمة مستشفى الحميات ليها فترة طويلة جدا. انا كمواطن سموسته خايف ان مستشفى سموسته العام تتحول الى مستشفى الحميات، فانا بناشد معالي وزيره الصحه، سؤال، مستشفى بالحجم ده بالمساحه دي، احنا الدوله النهارده بتدور على شبر عشان تبني لابناء الشعب حاجه يستفادوا بيها، فالمساحه دي كلها
النهارده السؤال هنا، لماذا مستشفى سموسه العام سنتين من ترميم لا يتم الترميم، من هد وبناء جديد لا يتم؟ احنا سموسه بلد من افخم العائلات، من افخم الشخصيات، عندنا رموز، عندنا رجال اعمال. بدعي رجال الاعمال من خلال حضرتك، بدعي الساده النواب، بدعي رموز سموسه فيها قيادات جميله جدا، فيها شخصيات حتى الفقير في سموسه عندنا او كده شخصيته قويه جدا. طبعا عرضنا قبل يعني كده خير دليل كان عم علي. انا بتكلم على سموسه ككره وعزب ونجوع، انا هنا بعتبر نفسي ابن سموسه. تمام ان شاء الله مع حضرتك هفضل اتكلم عن مستشفى سموسه العام لين يتم الافتتاح برضو بحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو عمر. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش اغاثه، لا انا بنجده كابن من ابناء هذا الشعب، وانا جندي من جنود فخامه الرئيس في الشارع المصري. تمام. بتليفوني او بكاميرا حضرتك المستشفى سموسه العام. تمام. ده ابسط حقوقنا يا معالي الرئيس فخامه الرئيس، يا معالي وزيره الصحه، مستشفى سموسه العام. تمام. مساحتها اقسم بالله تعادل مساحه القصر العيني. تمام. طيب يعني طبعا احنا بنتكلم عن مستشفى، مش مطالب مثلا فئويه او مطالب خارقه. حابه ان انا يعني اروح لحضرتك استاذ عبد النبي، تحكي لنا موقف يعني حدث معاك او حدث مثلا مع حد جارك مثلا اصدقائك او كده، كان موقف مؤثر جدا بالنسبه لغياب المستشفى. وحضرتك المستشفى شغالة زي ما الأستاذ محمد قال، اتفضل كده وقال، قال إن هي شغالة فعلا، شغالة طوارئ، شغالة في عيادات خارجية في المستشفى القديمة، المستشفى العام اللي هي الرسمي، وشغالة يعني في عناية مركزة فيها، في حضانات، في كل حاجة فيها، بس في بينقصها بعض الحاجات كده اللي هي بتأثر فينا، زي إشاعة مثلا، خلينا مثلا عيل انكسر من حادثة ولا حاجة عايز يعمل إشاعة، حضرتك المستشفى ما فيهاش إشاعة. مستشفى الرحمة اللي هي بتقوم بعملية المكان، مستشفى سموسه المركزي ما فيهاش إشاعة. ده يعني وأمثلة كتيرة بقى زي كده، مثلا ممكن نروح حد يروح مثلا يعمل إشاعة مش لاقي إشاعة، يضطر يعمل إشاعة من بره، يروح بأي مركز، ودي مستشفى حكومة المفروض إنها توفر للناس يعني أبسط حاجة عن الإشاعة. تمام. مش أكتر من كده يعني. تمام. حابة بقى ان انا اروح لحضرتك استاذ احمد. انا دايما بحب انه يعني احنا بنعرض المشكلة وبناشد المسؤولين، احنا عارفين ان بيبقى فيه سلبيات كتير جدا، لكن بحب ان انا برضو اعرض النماذج الايجابية واصحاب المبادرات طبعا الجميلة. استاذ احمد الحسيني، حابين النهاردة ان حضرتك كرئيس مجلس ادارة جمعية الاخاء الخيرية، حضرتك كلمتني عن مبادرة بتتبناها الجمعية وبتختلف فيها عن باقي الجمعيات، ممكن تمام. حضرتك بقى تكلمنا بالنسبة للقوافل الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو العلي العظيم. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، تباركت ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اللهم وفق شعب هذا البلد العظيم، فقيره قبل غنيه، وضعيفه قبل قويه، أنت القوي يا الله، فأدعوك باسمك. اللهم أن توفق شباب هذه الأمة وفتياتها، وتجعلهم على القمة، قمة اتباع سنة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أنا مبسوط أن أنا أكون مع حضرتك النهاردة، وده حقيقي شرف لي يعني. احنا أسعد والله يا أستاذ أحمد. طبعا احنا من فترة وإحنا شغالين عمل عام، فحبينا أن احنا نكون بشكل مؤسسي أكتر. طبعا عملنا كيان كبير اسمها جمعية الأخاء الخيرية، بفضل الله حبينا ان احنا نكون مميزين عن غيرنا. يعني الموضوع ما هواش ايه كرتونة في رمضان مش عارف ايه، اللي هو الـ 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 الشغل العائلي. فاحنا حبينا ان احنا نكون مميزين، فركزنا اكتر في الخدمة اللي هي بتمس اي مواطن بسيط. طيب. اللي هي الخدمة الطبية. جينا طبعا في البداية فكرنا قلنا هنعمل مبادرة مع الدكاتره اللي هي في المنطقه عندنا في مركز سموسه. بصراحه كل الدكاتره محدش اثر معانا، طبعا بنودي لهم المريض عن طريق تذكره، ده اللينك اللي بيننا وبينهم. البدايه كانت مع 16 دكتور، حاليا ما شاء الله وصلنا 43 دكتور. الخدمه بدات
ما شاء الله برضو يعني وصلت على حوالي 11 12 قرية على مستوى المركز، وحاليا يعني متعشمين ان هي تخدم على مستوى المركز بالكامل. طبعا الاتفاق ان التذكرة المريض بيروح بيها، بنشيل من عليه تمن الكشف خالص. كمان طورنا الفكرة اكتر، معنا 9 معامل تحاليل، بنعمل خصم 50%. لو كانت الحالة تعبانة ماديا اكتر ممكن تكون فري من غير ولا جنيه. تمام. كمان معنا مركز طيبة للإشاعة، بنعمل خصم محترم جدا من 40% لـ50%. تمام. كمان عملنا اتفاق حلو جدا، يعني لسه طبعا. الأستاذ عبد النبي بيقول إن مثلا المستشفى بينقصها الأشعة، بنعوضها من مكان تاني بقى. بالظبط، بشكل ودي يعني، اللي هي المبادرات الجميلة الإيجابية اللي فعلا يعني الشباب أكتر بالرائع يعني. بالزبط. ربنا يحفظكم الحمد لله. طبعا يعني في برضو بعض التخصصات بيبقى فيها نقص شوية، زي التخاطب بالنسبة للأطفال اللي هم عندهم عجز في الكلام أو تأخير في الكلام. ما شاء الله معانا الدكتور تخاطب على مستوى عالي جدا، معاه فريق كبير ما شاء الله، عاملين طفرة على مستوى المركز في النقطة دي برضو. تمام، حلو جدا. معانا الدكتور رمض ما شاء الله، الراجل مش بيأثر في أي حاجة. الكشف ممكن ياخد أجر بسيط جدا، سواء كشف أو عمليات، كمان بيعمل لنا خصم 50% لكل عملية تخص الرمض ما شاء الله. كمان بقى في فكرة أحسن كمان، اللي هي فكرة القوافل الطبية. القوافل الطبية دي بتيجي بتخدم على الشغل الأساسي اللي احنا شغالين عليه. تمام. طبعا بالتنسيق وبالترتيب مع مديرية الصحة بني سويف، مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة. تمام. وتحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة هايدي والأستاذ طه كامل، بالتنسيق وبالترتيب معهم بنبدأ نجيب القوافل داخل كل قرية في مركز سمسطة. تمام. طيب يعني انا حابه اسال حضرتك، يعني نسبه مثلا الجمعيات اللي موجوده في مركز سمسطه، يعني لا الجمعيات كويسه يعني كتيره، كتيره عدد طبعا الجمعيه، لكن المفعل بقى اللي هو مثلا بيقوم بالحاجات الطبيه او الـ يعني المجهودات بتاع حضرتك. لسه السؤال ده بساله في الشؤون الاجتماعيه في مركز سمسطه، انا حبيت اقيم نفسي مع الجمعيات الثانيه. بالظبط. فقالوا لي انت في اعلى مستوى ما شاء الله، ده فضل ربنا يعني. الحمد لله. زائد ان الجمعيه لو قعدت فتره، يعني مثلا لو قعدت سنه من غير اي نشاط الشؤون بتقفلها لي، يعني اصل معلش هو مش امن الدوله مش مشهره لي جمعيه عشان انا ايه اقعد على مكتب وما اخدمش حد. تمام. بالظبط كده. طبيعي ان اول يقعد سنه او سنه ونص مثلا بيبقى فيه نسبه وقت معين يعني ما بتشتغلش، الشؤون بتقفلها لي. تمام. فالحمد لله يعني. الحمد لله. بالترتيب مع مديرية الصحة برضو طبعا، أي حالة بتتقاضى قبض تكافل وكرامة بنقدر نخلص لها جواب على نفقة الدولة جميع العمليات. فالحمد لله برضو دي نقطة مهمة جدا، يعني كمان متوسعين بره المجال الطبي في عمليات نفقة الدولة. عمليات نفقة الدولة. بالزبط. طيب يعني مثلا النهاردة الجمعيات يا أستاذ أحمد، المقياس مثلا اللي بيتعمل بعض السوائل المواطنين مثلا او الافراد بيكونوا مستائين من الاجراءات اللي بتاخد وقت طويل، احنا بنخلص لهم الاجراءات بالكامل. يعني عمليه نفقه الدوله دي سواء الراجل البسيط او الست البسيطه بيروح على العمليه مباشره. يعني الاجراءات مش بتاخد وقت؟ لا. تمام. يعني حتى لو بتاخد وقت اقصاها مثلا شهر بس. تمام. هو مش بيتعب في الاجراءات، لان احنا حتى بجانب شغل الجمعيه بشكل ودي بنخلص كل الشغل ده مع الناس المسؤوله. تمام. يعني مش بنتعب الست، اكيد ست مثلا كبيره او مسنه مش هتقدر تخلص الاجراءات دي، احنا اللي بنخلص لها الاجراءات. تمام. تمام، رائع جدا وبجد بحييكم. وفعلا يعني الرساله النهارده اللي احنا نحب ان نوصلها، يا ريت فعلا كل الناس يعني تتبنى المبادرات الايجابيه. قد ايه شباب فعلا قد التحدي ورائع. خلينا نروح تاني لحضرتك يا ابو عمر، ايه الرساله النهارده اللي حابب تقدمها في برنامج يوم في الخير؟ أولا أنا عارفة أن المستشفى هي يعني هي وجعي، هي وجعي أنا كمواطن. تمام. أن أنا برضو بناشد أن في رسالة من القيادة السياسية أول ما تولت، أن أهم حاجة عنده أستاذ أحمد طبعا عارف الموضوع الأستاذ عبد النبي، أن أهم حاجة عنده الصحة والتعليم طبعا. فلما بتحصل حاجة زي كده المسؤولين اللي تحت أو الإداريين اللي تحت تكاسل الإجراءات، بيقول لك القيادة السياسية اللي مش شغالة. خلينا نتكلم بصراحة يعني. أنا عندي كمان مشكلة، يعني الرسالة التانية، الوحدات الصحية يا أستاذ أحمد أنت عارف الموضوع ده.
ما فيهاش اطباء الوحدات الصحيه. ده مصيبه سوداء يعني. انا المفروض حضرتك بعد انا اطول على حضرتك شويه. تمام. انا عارف بس في ملخص والله. تمام. الوحدات الصحيه لو اهتموا بيها ونشطوها يا استاذ احمد هتشيل عبء المستشفى العام. هتشيل عبء المستشفى العام. صحيح. تمام. يعني ممكن مستشفى الرحمه دي تغطي مدينه سموسه البندر. تمام. والوحدات الصحيه انا عندي في قريتي انا في بدهل اقسم بالله وحده عمليات على اعلى مستوى ما اتفتحتش وترممت واتنضفت. عندي دكتور بيخدم على اربع كرة. تمام. فدي الرساله اللي عاوز اوصلها لحضرتك. والرساله الاكبر انا بشكر حضرتك حبيبتي بني سويف. ربنا ودايما ان شاء الله في ازدهار وتقدم. وبشكر حضرتك على الرساله اللي عاوزه تقدميها. ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا ابو عمر. شكرا جزيلا ليكم. وبجد يعني على الرغم من قصر الاستضافه الا ان شاء الله هتتعوض في حاجات تانية. وان شاء الله برضو بكاميرا البرنامج هننزل نصور مستشفى سموسطه العام وهي مفتوحه. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع اخر فقراتنا في فقره انت تقدر مع الجميلتين هبة رأفت لاعبة الكاراتيه الحاصلة على المركز الأول الجمهورية بنت محافظة أسيوط والشاعرة والروائية جهاد عبد الوهاب. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع اخر فقراتنا بعنوان انت تقدر. اولا مع لعيبه الكاراتيه الجميله هبه رأفت الحصيله على بطوله الجمهوريه لذوي الاحتياجات الخاصه. بنرحب بحضرتك يا هبه. ومع جهاد عبد الوهاب الروائيه والشاعره. بنرحب بحضرتك يا جهاد. طبعا انتوا النهارده في فقره انت تقدر حابه ان انا ابدا بهبه. ايه بقى كل الجمال والشهادات والميداليات الجميله دي؟ كلمينا هبه ابتديتي منين؟ من وانت عندك كام سنه؟ ابتديت وانا عندي يعني 14. او انت عندك 14 سنه. انت حاليا عندك كام سنه؟ 25. ما شاء الله. طب كان مين بيشجعك يا هبه؟ باباكي ومامتك. طيب انا حابه اسالك ليه لعبه الكاراتيه بالذات اللي انت حبيتيها وتخصصتي فيها؟ مع ان انا اعرف يعني انا تقريبا انت اول بنت تحصل على هذه الجائزه ما شاء الله. طب ليه بقى لعبه الكاراتيه بالذات؟ بحبها جدا. تمام. وكانت لعبة وانا عيلة بسيبه بقى لما تكبر هي تلعبيها. تمام. فكان حلم عندك من الطفولة. عايز اقول لك على حاجة يا هبة. انت في فقرة انت تقدر انت بجد قد التحدي وانت حد جميل ورائع قوي وعملتي اللي غيرك ما قدرش ان هو يعمله. فعلا برافو عليكي. حابة ان انا اروح لك بقى يا جهاد. عارفة ان انت روائية ما شاء الله وشاعرة وكان ليكي رواية بعنوان حنين والعالم الاخر. في نقطة سريعة هتكلمينا عن الفكرة بوجه عام وبعد كده هتقولي لنا القصيدة على طول. اولا انا سعيده بوجودي مع حضرتك النهارده. احنا اسعد طبعا. ثانيا اعرف نفسي بقى الاول. جهاد عبد الوهاب السيد من محافظه الفيوم مركز يوسف الصديق قريه وادي منظار. تمام. انا بالف روايات وشعر. فاول روايه ليا كانت حنين والعالم الاخر. تمام. فالروايه دي بجد انجزت فيها يعني قعدت اكتب فيها 3 سنين ما شاء الله. فتقمصت فيها جبت حالات من الواقع هي اجتماعيه وروايه يعني حاله موجوده في المجتمع فعلا. تمام. يعني لان انا بدور على مشكله اجتماعيه علشان اسردها واوجد لها حل. مش مجرد تكون روايه كفكره كده وخلاص اي حد كمسليه. لا انا بلاقي في كتاباتي شيء يكون هادف ورساله اوصلها للمجتمع. فروايه حنين والعالم الاخر من دار ديوان العرب. يعني الدار دي بجد دعمتني كتير جدا ودار كويسه جدا. افضل دار يمكن تواصلت معاها وتعاملت معاها. تمام. فهي بتدعم الشباب الموهوبين المبتدئين يعني. تمام.
تمام. احنا طبعا يعني بنشكر كل حد بجد، سواء كانت دار او ديوان او اي حد بيخرج الابداعات من شبابنا. وطبعا انا عارفه ان الكلام كتير عن الروايه، بس اكتر حاجه عجباني ان انت قلتي ان انا جايبه مشكله من الواقع وبعرض ليها الحل. حابه بقى ان انا يعني المشاهدين النهارده يسمعوك في قصيده بقى. اولا قبل ما ابدا القصيده، هو انا بجهز في روايه تانية برضو مش هتنزل ان شاء الله معرض 21، وباذن الله هي برضو مشكله اجتماعيه وجمع كذا عدد من المشكلات ولها حلولها برضو في الروايه. تمام، اتفضلي بقى بالقصيده بس صوت عالي بقى. تمام، اتفضلي. مفتتح. ناديت للشعر يوصف لي ايه حالي، جبت الورقة والقلم وسردت أحوالي، تخلى عني الشعر من فرط أحزاني، وبدأت أكتب عن كل شيء فيا كان اللي داير ما بيننا كالآتي. جالي بعد غياب بيقول لي سامحيني، ده أنا كنت ليك تايه وقت اللي سبتيني، أتمنى لو يمكن ينفع تصرحيني، بعتذرلك يا حبيبتي، بعتذرلك يا حبيبتي، صدقيني انك اغلى من حياتي، انك انت ضيعيني وامنياتي، وان اصعب لحظه عندي لما سبتك يا حبيبتي، وان اصعب وان صدقيني لما اقولك انك اغلى من حياتي وانك انت ضيعيني وامنياتي، وان صعبه الدنيا بعدك، اما اصعب لحظه عندي لما سبتك يا حبيبتي، اوعديني ان صعب تكرهيني او هتقسي في يوم عليا، كل ده كان غصب عني ومش بايدي، واسالي قلبك يدلك علي كرهك ولا حبك، واسالي قلبي ووريدي، واسالي قلبي ووريدي، بحرقه قلبي عليه رديت، والدمع في عيني لاني نسيت، ما اقدرش اقول ان انا حنيت، بعد ما بنيت القسوه كبيت، ده انا قلبي اتعجز على ايدك، وبقسوه قلبك وحديدك قفلت عليه قلبي وبابي، قفلت عليك قلبي وبابي، وقلت كفايه من المعاناه، حبيتك حبيتك ايوه كتير يعني، لكن منك لله خليتني اتغلب على امري واعيش وياك شمسي وقمري، وبجد حياتي ما تبقى حياه منك لله، صعب صحيح قلبي ده كان ملكك، صعب جدا انه يكره، وافتكر يوم الوداع بينادي عليك ويقول ما بقتش هيفيد الكلام والفكر والتبرير، والفكر والتبرير، وخلاص الوقت اهو فات، انا يعني تعبت كتير وكمان الاحساس مات، ابعد ابعد وارجع لمكانك، البعد هيبقى افضل لي من تخريبك لحياتك، حياتي معاكي انتي وبيكي تكمليها، وان كان الوقت فات ففات ببعدي عنك كان نص كله عذاب، انا كنت اناني فعلا لما سبت عينيكي تنزف، تعبت كتير وبعتك وتعذبت من بعدك، وعنادك كان كل ذنبك، فما تلوميش من تاني وتقولي انه وجعني، فبلاش القسوة دي وترمي عيوبك عليا وتقولي الذنب ذنبي، ما عطتش فرصة ليا انك تفهم ما بيا او حتى توشوش ودعي او تقرا سطور وجعي، من فضلك امشي وسيبني، ما بقتش حياتي ملكك واخدت شكل تاني، وكمان انا لسه سعيدة وحياتي هتبقى جديدة، حياتي هتبقى جديدة، فبلاش تجيلي تاني، بلاش تجيلي تاني وتترجى كتير وتبكي وانا قلبي مش مسامح، وانا قلبي مش مسامح. تمام، رائع جدا جهاد، وبجد قد ايه عندك احساس جميل، وان شاء الله ان شاء الله تكون دي كبداية ليكي موفقة، ولقاءات تانية معانا اكيد طبعا. احنا في النهاية بنشكركم هبة رأفت لعبة الكاراتيه الحاصلة على المركز الاول في بطولة الجمهورية وبنت محافظة اسيوط، وجهاد عبد الوهاب الشاعرة والروائية صاحبة رواية حنين والعالم الاخر بنت محافظة الفيوم. طبعا في بس معانا حالة انسانية، الأسرة غير مقتدرة بتبحث عن تجهيز ابنتهم بالأجهزة المنزلية الأجهزة الكهربائية،
والرقم للتواصل الرقم على الشاشة. ويا ريت يا أهل الخير فعلا إن احنا نساعد الحالة دي. وفي النهاية مشاهدينا طبعا للتواصل مع فريق عمل البرنامج وصفحة البرنامج على الفيسبوك يوم في الخير. بنتمنى إن احنا أي مشكلة أي قضية أي موهبة إن هي إن شاء الله تعرضوها من خلالنا. وبرضو للتواصل رقم البرنامج موجود على الشاشة. طبعا احنا النهاردة كانت حلقة متميزة جدا ومتنوعة. ان شاء الله مزيد من الحلقات اللي بتهدف فعلا ان احنا نقدم فيها رسالة وخدمة لكل الشباب الرائعين. وفي النهاية نحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير. يوم في الخير بكرة احلى والدنيا لسه بخير. يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير بحفظ الله.